السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول تمرين إن شاء الله سنقوم بحله ضمن سلسلة التفكير البرمجي. هذا التمرين سيكون سهل، لكن إن شاء الله سنحاول أن نقوم بحله بتفكير برمجي يعني بسيط جدا، وستعرفون كيف يتم حل التمارين والمشاكل البرمجية. أوكي، أول شيء سأعطيكم التمرين وقوموا بإيقاف الفيديو وقوموا بحل التمرين بأنفسكم، ثم عودوا للفيديو لنكمل الحل وأعطيكم كيف تقومون بحل التمرين بتفكير برمجي سهل جدا. أولا كما قلت لكم، لا يمكن أن تبدأ هذه السلسلة إلا وإذا يعني تابعت الدورة الخاصة بأساسيات لغة بايثون. أوكي، لأن لن أقوم لك بشرح أي مفهوم هنا، لأنني كل شيء شرحته في الدورة. هنا فقط سنقوم بوضع تمرين ونقوم يعني بحله. أوكي، إذا التمرين الأول فهو يعتبر سهل. سأعطيكم التمرين. يقوم المستخدم بإدخال عمر إنسان، يعني نطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال عمر إنسان، ثم يتم طباعة هل هذا الإنسان هو رضيع أم طفل أم شاب أم رجل أم عجوز أم معمر. أوكي، يعني نستقبل العمر من المستخدم ونحن نعطيه يعني انطلاقا من هذا العمر نعطيه هل هذا الإنسان هو رضيع أو طفل على حسب العمر. أوكي، إذن هنا قموا بإيقاف الفيديو وقموا بحل التمرين ثم عودوا لتتمة الفيديو. أوكي، إذن أول شيء يا إخوان كما ترون هنا يقوم المستخدم بإدخال عمر إنسان. إذن هنا نحتاج إلى input، يعني سنستقبل القيمة من المستخدم، لن نقوم بإعطاء نحن القيمة. أوكي، إذن هنا نستخدم input، لكن input في لغة بايثون يعني default، يعني هي تكون string، والعمر هو integer. العمر هو عبارة على integer، يعني عبارة على رقم integer. إذن هنا سنقوم بتحويل الانبوت الى انتجر، وهذا رايناه في الدوره اننا نقوم باضافه انت الى الانبوت. اوكي، اذا هنا سنقوم بكتابه هذا المتغير ايدج، وقلنا بان المتغيرات هي للتخزين. اذا سنقوم بانشاء متغير ايدج لتخزين القيمه التي سيدخلها المستخدم. اوكي، اذا هنا ايدج يساوي انتجر، ثم نفتح القوسين ثم نقوم بكتابه هنا ان بوت بهذا الشكل، ثم نفتح القوسين، وهنا سنقوم بكتابة له ميساج مثلا انتر ايج مثلا بهذا الشكل ثم نقطتين. هنا قمنا بانشاء المتغير الذي سيكون عبارة عن انبوت، يعني المستخدم الذي سيدخل القيمة وليس نحن من سنعطي العمر، والعمر كما قلنا هو عبارة عن انتجر. اذا هنا اضفنا انت يعني تعبر على انتجر. اوكي، اذا قمنا بالتشغيل هنا، هنا فقط سيعطيه انتر ايج مثلا، سيقوم بادخال اي عمر بهذا الشكل ولن يحدث اي شيء. اوكي، هنا سنقوم باضافه يعني طباعه للعمر الذي سيقوم بادخاله. نستخدم داله برانس بهذا الشكل مثلا ايج از نقطتين. اوكي، وهنا نقوم بوضع فاصلة لكي نقوم ب يعني هذه ميساج، ولدينا متغير هو الايدج. نقوم بوضع فاصلة بهذا الشكل ونقوم بكتابة متغير ايدج، يعني هذه ميساج، لكن هذا هو المتغير، يعني يجب ان نضع هنا فاصلة او زائد كما راينا في الدورة. سنقوم بإعادة مثلا 33 ايدج از 33، يعني اي عمر سيقوم بادخاله سيتم طباعته بكل سهولة، مثلا 5 سنوات سيتم طباعة age is بهذا الكم. أوكي، الآن هنا كما قلنا ثم يتم طباعة هل هذا الإنسان هو رضيع أم طفل أم شاب أم رجل أم عجوز أم معمر. إذن هنا سنحتاج ماذا سنحتاج؟ سنحتاج الشروط الكونديشن، يعني سنحتاج الشروط الإف والإف إلز والإز. أوكي، يعني قلنا بأن الشروط إذا كان هذا يساوي كذا يطبع كذا، أو كان هذا ضمن كذا فطبع كذا. إذا دائما الشروط نستخدمها في هذه الأمور، إذا كان هذا يساوي هذا أو هذا يعادل هذا قم بفعل شيء معين. أوكي، إذا هنا سنقوم بالرجوع إلى السطر هنا. إذا هنا سنخدم الشروط يعني إف، ثم نفتح قوس. لكي يكون الإنسان رضيع يجب أن يتجاوز عمره السنتين أو 3 سنوات، يعني ممكن أن نعتبره رضيعا أو سنتين. اوكي، اذا هنا اف ايج، يعني دائما سنستخدم هذا المتغير لان هذا المتغير هو الذي يحمل القيمه قيمه العمر التي سيتم ادخالها من طرف المستخدم. اف ايج ماذا؟ اصغر. اوكي، اذا كان الايج
أصغر من 3 سنوات، يعني العمر كان أصغر من 3 سنوات، ثم نضع هنا نقطتين. ماذا سيتم طباعة هنا؟ برنت. سيتم طباعة رضيع، والتي تعني بالإنجليزية انفانس. أوكي، بهذا الشكل انفانس. جيد، نحن وضعنا الشرط الأول، إذا كان الإيج أصغر من 3، يعني من 3 سنوات، إذا تحقق هذا الشرط سيتم طباعة انفانس. إذا دعونا نستخدم، إذا قمت مثلا بكتابة 55 سنة لن فقط سيتم طباعة ايج از 55، لكن لن يتم تنفيذ هذا الشرط. لماذا؟ لأنه لم يتحقق. دعونا الآن نقوم بوضع قيمة ليتحقق الشرط، وهو مثلا واحد، سنة واحدة. هنا تحقق الشرط كما ترون، ايج از 1، ثم قام بطباعة انفانس، يعني رضيع. رضيع، جيد. اوكي، اتمنى ان تفهموا الامر. يعني حين يتحقق الشرط دائما يتم تنفيذ الكود الذي بداخل الالف. جيد، الان هنا سنقوم بوضع الاف. ماذا تعني الاف؟ انه اذا لم يتحقق الشرط الاول، الكود يذهب الى الشرط الثاني ليرى هل هو محقق، ليتم تنفيذ الكود الخاص به. اوكي، اذا هنا الاف، اذا كان الايدج ماذا؟ اذا كان الايدج اكبر او يساوي اكبر او يساوي 3 سنوات، اكبر او يساوي 3 سنوات، اند هنا سنضيف شرط اخر، يعني ليكون هذا الانسان عباره عن طفل، يجب العمر الخاص بان يكون ما بين 3 سنوات ومثلا 16 سنة مثلا أو 17 سنة. أوكي، نعتبره طفلا مثلا. هنا نقوم بإضافة AND، سواء AND هكذا أو بهذا الرمز على ما أظن. أوكي، AND الإيج أصغر من 18 سنة، أصغر من 18 سنة، يعني هنا نستخدم بين. إذا كان العمر أكبر أو يساوي 3 سنوات وأصغر من 18 سنة، هنا ماذا سيتم طباعة؟ برانز تشيلد مثلا، تشيلد ميساج تشيلد. جيد، دعونا نقوم بالتشغيل. إذا قمت بطباعة مثلا 4 سنوات، دعوني أتأكد مجددا. إيج أند لا، هنا خطأت، هنا يجب أن أقوم بتغيير الرمز إلى أصغر بهذا الشكل. دعنا أن نقوم بتشغيل مثلا 4 سنوات تشيلد، مثلا 15 سنة تشيلد. لكن إذا قمت بكتابة 18 سنة لن يطبع أي شيء، لأنني لم أعطي الشرط الخاص ب 18 سنة. أوكي، إذا سأقوم فقط بعمل هنا كابي لهذا السطر لكي لا أعيده مرارا وتكرارا. هنا بسط. الآن إذا كان العمر، فقط أضع هنا مسافة وهنا مسافة. الآن إذا كان العمر أكبر أو يساوي 18 سنة and العمر أصغر مثلا من 35 سنة، هنا سيتم طباعة شاب. أوكي، youth يعني شاب. أوكي، هنا الشرط الثالث، إذا لم يتحقق هذا الشرط وهذا الشرط، هنا لدينا الشرط الثالث، إذا كان الإيج، قيمة الإيج أصغر أكبر أو تساوي 18 سنة، أكبر أو تساوي يعني 18 19 20 إلى حدود 34 سنة، إلى حدود 34 سنة، لأن 35 سنة أكبر من الإيج. أوكي، مثلا سأقوم بطباعة 20 30، سيتم طباعة يوث يعني شاب. إذا قمت بطباعة مثلا 20 سنة يوث. جيد، هنا سنقوم مرة أخرى بطباعة، إذا كان أكبر أو يساوي 35 سنة، أو مثلا هنا سنقوم بوضع مثلا 50 أو 55، هنا سنعتبره مثلا رجل، من بهذا الشكل. أوكي، سنضع الشرط الآخر هنا، إذا كان أكبر أو يساوي 55 سنة، أو إلى حدود مثلا 80 سنة، هنا
هنا سنعتبره مثلا old يعني عجوز. إذا كان عمر الشخص بين 55 و 80 سنة نعتبره عجوزا. ثم آخر شرط يا إخوان، هنا بالنسبة لآخر شرط لن أقوم بإعطاء الشرط لأنني سأقوم بكتابة فقط is، سأقوم بكتابة فقط is، يعني is تعني إذا لم يتحقق أي شرط من هذه الشروط، يعني إذا كان العدد أكبر من 80 is. is يعني أنني لا أضع الشرط، فقط is تعني إذا لم يتحقق أي شرط من هذه الشروط سيتم تباعة برانت يعني معمر بهذا المعنى، يعني معمر سينيور مثلا، معمر يعني إذا كان العمر أكبر من 80 سنة، لن أحدد لا مثلا من 80 أو إلى 100 أو إلى 120، يعني المعمر هو الذي يعيش بين فوق 80 سنة، لا يمكن تحديد هل 100 أو 120 أو 130. جيد، أوكي، دعونا الآن نقوم بالتشغيل. إذا وضعت مثلا سنتين رضيع، إذا وضعت مثلا 30 سنة ماذا سيتم طباعته؟ شاب، يوث. مثلا إذا قمت بطباعة 88 سنة سينيور يعني معمر. إذا قمت بطباعة مثلا 60 سنة سيتم طباعة old يعني عجوز. إذا قمت بطباعة 1100 سنة وهذا لا يوجد في الواقع لكن فقط لنرى الحل، سينيور يعني معمر. أوكي، يعني رأيتم كيف تم تحليل هذا التمرين؟ يعني دائما نأخذ التمرين ونقوم بتقسيمه، ماذا يطلب منا التمرين؟ يعني يقوم المستخدم بإدخال عمر الإنسان، يعني دائما هنا نبحث عن المتغيرات، يعني إدخال عمر عمر إنسان، العمر هل هو انتيجر أو سترينج أو فلوت أو أوكي، ثم نقوم بإنشاء المتغير، ثم نقوم هنا بإنشاء الشروط، أنه يريد هنا منا شروط، يعني هل هو رضيع أم طفل أم شاب. إذن هنا قمنا بإدخال الشروط if الاف 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 ثم الشرط الآخر إلز إذا لم يتحقق أي شرط من هذه الشروط، دائما إلز ثاني إذا لم يتحقق أي شرط من هذه الشروط اذهب إلى داخل الإلز بهذا الشكل. أتمنى يعني أن تفهموا كيف قمنا بحل هذا التمرين، هو سهل جدا لكن فقط قمنا باستخدام الشروط حتى نعرف كيف يتم استخدام الشروط. أتمنى أن أعجبكم هذا الشرح، ولا تنسوا الاشتراك وإلى اللقاء.